ما هي الأشياء النجسة؟ من يعرف؟ إخوانا من يعرف ما هي الأشياء النجسة؟ نجسات، ما هي النجسات؟ واحد قال أريد أن تلخص لي النجسات. بسم الله. بول الآدمي وعذرته، يعني البول والغائط بالنسبة لمن؟ للآدمي. من الآدمي؟ إنسان. طيب هذا واحد. بول وروث ما لا يؤكل لحمه، بول وروث ما لا يؤكل لحمه، السباع صح، كلاب، خنزير، نعم، طيب. الغراب صحيح. طيب كذلك الميتات كلها نجسة صح، إلا ميتة البحر وميتة الجراد صحيح؟ نعم. وما لا نفس له سائلة. انتهينا من النجاسات الحمد لله. أشمع ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ يعني إذا ذبح أو قتل لا نفس له سائلة، يعني لا يخرج منه دم يسيل. الآن عندما تذبح الشاة يخرج منها دم يسيل، هذا لها نفس سائلة صح؟ نعم. الأغنام، ما الدليل؟ الدليل حديث البعوضة، لأن البعوضة ليس لها نفس تسيل. نعم. فما لا نفس له سائلة نجس؟ لا. سقط الذباب الآن هنا عندي في هذا الإناء، فماذا أصنع؟ أغمسها هكذا والماء طهور، أشرب منه ولا أشكل صح؟ إذن مرة أخرى نعيد، من يعيد لي الأشياء النجسة حتى نعرف النجاسات؟ نعم يا أخي. بول الآدمي وعذرته، يعني البول والغائط تمام. بول وروث، كل بول وروث ما لا يؤكل لحمه، وسوف يأتي معنا في الأطعمة ما الذي لا يؤكل لحمه، السباع مثلا. طيب نعم. ما ذكرت أنا الدم يا رجل؟ ما لا نفس له سائلة كالبعوض والذباب صحيح. طيب والحشرات والميتات كلها نجسة إلا ميتة أول مرة تحضروا معي، ما أحد يتكلم أخواننا، هذا يتكلم عندكم. نعم أخي. ميتة البحر والجراد نسينا، والآدمي المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا صح؟ يعني الآن عندنا ميت هنا ومسست هذا الميت تنجس؟ لا. نعم اجلس.